مرحبا بك في العريش. فرحنا تحيح اليوم كتوعد الجمهور ديال العريش بشي جديد ديالك. نعم مفاجأة للجمهور ديال العريش ان شاء الله. الرئيس كل خير وغادي يكون ان شاء الله غنحاول نكون في المستوى. تبارك الله عليك. واش عندك شي مشاركة في الشمال؟ نحب جميع أنحاء المدينة، طنجة المغيرة كاين عندي مع المدن ديال الله يبارك فيك.